معطيني ظاهر حبوب ترقد. انا قام يجيني النوم. شوف لي من الاسئله بالله لاهم اذا ما عليك امر. الاسئله؟ اي اذا ما عليك امر. ادخل التاج بعد اذا فيه واذا ما فيه موجود. ابشر ابشر استاذ. التاج وش بيعطيني هديه؟ ما هي افضل واسوء هديه حصلت عليها؟ افضل هديه؟ افضل هديه في هذه الدنيا ان الله رزقني باخوان. الله. وظهور يعني وجبال. هنا في البرنامج؟ في البرنامج واخواني الحقيقيين كل اذنين. الله. لا البرنامج يمكن ما ادري عنهم. والله ما ادري. مشكله هو جاوب في البدايه انبسط انا احسب انه يقصدنا طلع يقصد اخوانه. اي هو يخليهم لا ترى اجابته مقنعه انا باللي جاب الصحيحه. نسمع كلام يقول اخواني اخواني كلام فاضي. غيره؟ اخوانه. غير اخواني اخوان حقيقيين ليه الحقيقيين الله الله يا استاذ سعود يا استاذ ناصر لا تزعجنا خلنا نسال خاصة. طيب ما اكثر شيء يجعلك تشعر بالغيره او الحسد اللهم لك الحمد طول حياتي 21 سنه ما قد حسدت ولا قد غرت يا الله يا سلام اغارب ان شيء واحد صار في راس رجال اطيب مني هنا ترى الجمهور يسمعك كم باقي على الوقت يا شباب 10 دقائق ما الذي يجعلك تضحك اكثر اضحك اكثر لما اجتمعت مع الاشخاص اللي احبهم على شيء اضحك يا سلام طيب من هو كتابك المفضل ما هو كتابك المفضل ماني بقرا والله ما تقرا نادر ما هي الشكوى المتعلقه بحياتك كيفش؟ ما اللي بعده ما عندك إجابة؟ لا طيب هل تتخطى الماضي المؤلم بسهولة؟ أي عادي ها؟ عادي عادي إيه؟ طيب هل أنت الإنسان بارع في الهدم أو أم البناء؟ البناء البناء إيه؟ تبني ولا تهدم؟ لا أبني يا سلام ما الذي يثير غضبك؟ الكذب من هو؟ الكذب اللي يكذب علي على طول يا سلام كم وسادة تحتاج لكي تنام براحة؟ واحدة وسادة واحدة ايه كبر الراس ناصر ما يستعملها يرقد يا سلام سعود وش تقول للجمهور؟ اقول للجمهور بيض الله وجيكم وان شاء الله نقعد الهقوة وقد اخذنا حصانة مرتين وان شاء الله دخلنا ابراهيم ناخذ ثالثة امهد لهم من الحين. اي سلام يا سلام. انا سعود بن علوش ان شاء الله نقعد قوتكم وان شاء الله بتشوفون من الابداع والرياليتي والتالق ان شاء الله عما قريب وحنا يعني مبطي فنحاول نزيد. يا سلام طيب خذ هذه التغريده من الاخت نوال تقول طبع. سعود علوش مبدع مبدع بتعب وانا اقولها المهم وراه مجملين يبشر بنا ويا ليت يجيبونه بالمكس زون اذا ها؟ المكزون اي المكزون المكزون فيه سالفه ذي اذا ما دريتوا انه مقدم لا بعده ولا قبله الله الله يبيض وجهه ويطول عمره وان شاء الله نقعد لها قهوه ولا ابو ولا قلبك لكن المكزون ذي لكن الكلام الاخير ها لكن المكزون هاي فيه سالفه فيه سالفه غرد عادل هيف غرد عادل هيف انه يقول اعصب راسك يا ابو علوش وترى كانت في الحلقه اللي قبل اللي امس فيوم جت الحلقه اللي امس كل قال لا خلاص صار تصويت جمهور عرفت كيف؟ ايه فوعدوني بشيء ولا صار ولا كان الجمهور كله متحمس اني انا راح اكون من اللي وعدك؟ عادل هيف عادل هيف؟ ايه اوعدني انا راح اكون مكزوم فبأمس جون يعطوني خبر قالوا لا لا قبل امس قالوا لا مو بنت غيرناك فصرت قعدت اليومين نايم من الغبنه بالله عليك ايوه لا والله لا تنغبن يعني انت بتقدم؟ انا داخل برنامج اني انا مقدم طيب قدمت فقرة؟ لا طيب قدمت ليش؟ سويت فقرة من نفسي وقدمتها ليش ما تضبط ال بداية البرنامج ها؟ بداية البرنامج سويت لي فقرة من نفسي سويتها؟ ايه متى؟ زي المقابلة بداية البرنامج اول اسبوع طيب الحين ليش ما تسويها تعيدها؟ الحين انا ودي اخذ الجوال لان ما اعطوني جوال كل ما اجي ما اقول اعطوني الجوال ما يعطوني وش الجوال وش اللي تبي؟ بتواصل مع فريق الدعم ننسق لنا فقرة نجيب افكار شباب انا اتصل على ناصر الغامدي الان على الهواء مباشرة استاذ ناصر بالله يرد الله ليهينك ارفع بصوتي ورجال عود انا بعد بيكلم
ها؟ ابي جوال عشان توصل. لا ما عندك انت شيء. ليه؟ بس. اتواصل، عندي فقرة. ما على اساسك كنت بتسوي شالتك جديد اسوق لك. انت عندك شيء ولا شيء؟ عندي قصيدة بيشلها نايف ثامر. ها؟ قصيدة بيشلها نايف ثامر. نايف ثامر؟ نعم مطيري الله راح الله اخ اخ. طيب خلنا ابو عبد الله بيرد، يمكن نايم متوقع الرجل، بس ان شاء الله انه بيرد علينا. يا نصر يا غمدي، تدري شو يقول فيها الشاعر؟ كل شو يقول فيها. طيب يحفظك سيد الف. استاذ سعود تفضل. يعني انت همك الوحيد انك تواصل مع فريق دعمك بحيث يضبطون لك فقره جميله. اي ودنا نسوي لي فقره، ودنا نسوي لي شيء. اي يا سلام. طيب نبغى كلمتك على ما بالي يرد ناصر في وقف الايتام والفقراء في البلد الحرام. اولا الوقف هذا يحظ من اللي شارك فيه وسعى انه يكمل الوقف، لان اول شيء داخل بقاع الحرم او داخل حدود الحرم، والاجر باجرين، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. يعني شرف كبير انك تكون مع الرسول في الجنه، وما نقص مال من صدقه، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. يعني حتى لو انت تدفع ما معك الا 100 ريال في الصرافه وتدفعها، فربي ان شاء الله انه بيعوضك، فدبل هذا المبلغ وبيرد. يعني لا صار بيجيك شيء الله يقوله، ربي بيخفه وبيرد عنك. وبس والله اترك المجال للاخوان الباقيين. تفضل استاذ سيف. ترى مصوبه يعني، بس لا تبرد الطبخ. ها؟ الطبخ مخلص. بيض الله وجهك يا ابو علوش وجمل الله حالك، ولا انت يا حبيبي لا انت، الله لا يهينك يطول عمرك. تشيك على الطبخه ولا يا كمر؟ بيض الله وجهك. هذه كنا نقول روح جيب حزانك. تفضل ابو بطي. بس تفضل. لبيك يا مرحبا. الله يلبيك.